وبر الوالدين أيها الإخوة الكرام والإحسان إليهما كما أنه طاعة ومعروف وفضل كبير ومنزلة إنسانية عالية، فإن عقوقهما والإساءة إليهما كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي الموبقة وجريمة من أشنع الجرائم وفضيحة في غرة هذا الإنسان في غرة جبينه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أصحابه عن أكبر الكبائر، أخبرهم أصالة ونحن بالتبعية، أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وليس فقط من الكبائر العادية بل هو من أكبر الكبائر. فقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فجلس يرددها صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال أصحابه: ليت، وقلنا ليته سكت، إشفاقاً عليه. كرر 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 فأشفقنا عليه وقلنا ليته سكت. فجعل الله، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرتبة الثانية من مراتب أكبر الكبائر في هذا الحديث عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، الإشراك بالله، ثم بعد ذلك قال: وعقوق الوالدين. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى الجنة، ومن أصبح مسخطا لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى النار. نعم. و